قبل ما ادري المقطع يا حبايب، باقي بس يومين على مسابقة العشر ايفونات، فالشروط كل سهلة يا حبايب. بعد يومين غيث راح ينزل مقطع ويا نبيع الفايزين، فباقي لكم يومين شاركوا يا حبايب، نزلوا على الوصف، اشتركوا بقناة غيث ثانية واحدة واكتبوا له تعليق يا حبايب، وبعد يومين راح ينزل مقطع ويا نبيع الفايزين. فعدكم فرصة يا حبايب، حاليا اكثر واحد يعلق واكثر شيء يعني يحط لايكات ويشارك المقطع راح يفوز بالايفون يا حبايب. الخبر الاول عادنا عن قمر الطاي ورد على شوية اسئلة نارية. بالنسبة للسؤال الاول فسألوها انه هل حتقضين رمضان بتركيا ام بدبي، فهي ردت على هذا الموضوع انه حتقضيه بتركيا. بالنسبة للسؤال الثاني فسألوها عن المشاكل اللي بينها وبين غيث مروان، فردت انه ماكو اي مشاكل ما بينهم. بالنسبة للسؤال الثالث فسألوها عن المشاكل اللي بينها وبين بنين، فردت مشاكل خاصة اتوقع قاعدة تمزح مو اكثر. بالنسبة لنور السار يا حبايب فهمي ردت على شوية اسئلة. السؤال المهم كان هو وين كريم، فردت انه هو قاعد يشوف فيلم وهي كانت نايمة على كتفه متزعجة، فواضح علاقة الحب اللي ما بينهم. فتنوا الكومنتات شو رأيكم. روح حاليا لفضيحة يا حبايب ناريني بيوتي انه هي تدخن فيب يا حبايب، مثل ما شايفين بهذا المقطع اللي هو كان مقلب بقناة جلال، مثل ما شايفين بالسهم ان هي شدت تنرقل، وبنفس الوقت اجى جلال وشاله وحطه بجيب عمود ما تبين قدام الناس. بالنهاية يا حبايب هي حرية شخصية واحنا ما لنا علاقة اذا هي تنرقل او لا، ولكن هي بما انه عندها هواي متابعين اطفال ويعتبروها قدوة فيعتبر هذا الشيء غلط ينعرض بالفيديوهات. اتمنى تنمسح اللقطة مو اكثر، وبس اكتبوا بالكومنتات شو رايكم بهذا الشيء وتعرفون نارين تنرقل او لا. ننتقل حاليا لاحمد ابو الروب والمقابله اللي سواها ويا كارول. سالوه عن سؤال عن لما وناجي يا حبايب، فرد على المشكله اللي صارت ما بينهم. بالمختصر الاشخاص ما يعرفوا شو سبب الخلاف، لما وناجي بخطبه احمد ابو الروب نزلوا المقطع مال الخطبه وحرقوا الخطبه قبل بيوم ما احمد ابو الروب ينزل. طبعا هم سووا هذا الشيء انتقاما او ردا على الصبا لما سوت هذا الشيء بعرس ناجي ولما، لما حرقت العرس مالتهم قبل بيوم هم نزلت المقطع. هذا اللي خلى احمد ابو الروب انه هو يشيل فولو عن لما وناجي ويقول انه هم الغلطانين ولازم انه ناجي يدق له عمود يعتذر من عند عمود يصالحون، وان هو حابب انه يصالح وياه ولكن لازم هو يبادر. عاكو راح اعطيكم لقطه شوفوها وبعد ما عرفتوا سبب الخلاف اكتبوا لي بالكومنتات من تشوفون الصح، احمد ابو الروب ام ناجي ولما. شو صار؟ شوف هسه الفكره انه الناس برضه حيستغربوا من هذا الشيء. بفكروا كل ما اثنين يتخانقوا في السوشيال ميديا هي دراما وبدهم يجيبوا مشاهدات. بس في عندك كمان الجهة الثانية من المسألة اللي هي في مشاكل حقيقية وإحنا جد ما بدنا نبينها للناس عشان إحنا جد بدنا نحاول نحلها مع بعض. يعني هدفي حقا إني يوم الأيام أقعد معه ونتصالح جد، مش مهتم بالمرة إنه أعمل دراما مع هالشخص ولا مشاكل. أوكي. فبعطي الموضوع بعطيك إياه على بلاطة. أوكي طيب أنا معك، بس انت قلت هدف انه يوما ما اقعد مع هذا الشخص ونتصالح. هلا مع هديك اليوتيوبر فهمنا انت ما في علاقه بيناتكم، ما معك صحيح في ما بحياته كان في صداقه، صار مشكله شخصيه، صار مشكله شخصيه. رفعت التليفون وحكيته ما يعني اللي هو اللي انا بالنسبه لي هو اللي غلط فيه، فانا بستنى منه هو يرفع التليفون. هيدا الفلوج تبع الخطبه ما بدي ادخل في الموضوع بصراحه. أوكي. لانه اذا بدخل في الموضوع حيصير فيه كثير أوكي. اطراف وما حتنحل بحياتك، لانه انت الهدف انك تتصالح حقا، فانا بالعكس بحيي هيدا الموضوع. مرات انا لازم ارن، مرات لازم حد يرن علي، يعني انا مرات بستنى المكالمه تيجي بصراحه. الانفولو ليه؟ الانفولو لانه انا بدرت خير. انا بقول لك ليش الانفولو. الانفولو لانه زي ما قلت لك انا جد مو هدفي اعمل دراما، هدفي اتصالح مع الشخص. فلازم هاي البنت تفهم هذا الموضوع، تحاول تصلح بينها، تحاول تصلح بيننا، مش تحاول تخليها دراما. فلما شفتها وهذا إشي عيب انه تطلع بدون ما انا عارف انه ناجي مستحيل يكون حكى لها اطلعي وبيني الموضوع للناس او اطلعي واحكي للناس، صارت تعمل ستوريات تلمح على الموضوع بطريقه معينه كثير استفزتني. انه مين انت اللي تحاول تعمل دراما من هالموضوع؟ لازم انت بالعكس تحاول تصلحي بيننا. وبس انا ما احترمت هذا الشيء منها بصراحه، وانا بحترم هذا الشخص لما يعني بعتبره شخص جد كويس، فانا جد يعني جد انصدمت، عتبت انصدمت يعني ما توقعت منها. ليه حدا بروج الإيجابية وحدا كويس هيك ليه يحاول يعمل بينا مشاكل ويكبر المشكلة اللي اوريدي موجودة؟ بالعكس حاول يصلح المشكلة. يعني استغربت كثير جد انصدمت يعني. بالنسبة للسؤال الثاني يا حبايب فسألوا أحمد أبو الروب عن نارين بيوتي واللي رفعت القضية عليه، حتى طبعا بطريقة غير مباشرة ولكن واضح كلامه كله كان على نارين وقصته بالكامل شرحها. عارف كيف أنت وعيت قلت إنه خلص أنا رح أخذ هالخطوة، شو صار؟ في يوتيوبر كان بده يرفع عليه قضية. كان بده ولا رفع؟ كان يعني شعره يعني اليوتيوبر عايش مش في الأردن، فكان موكل محامي في الأردن، كان دافع له، كان حاجز تيكت، خلص يعني الموضوع حيصير هاي شغلة. تاني شغلة أنا إذا هذا اليوتيوبر كان أجا على الأردن كان مستحيل يتنازل عن الشكوى، كان غالبا سجن.
فترة منيحة. ودفعت مبلغ دعوة شو تشهير؟ قذف تحقير او تشهير او whatever. بس هو الفكرة انه كنت جد حنأذي وكان هذا الشخص ناوي يأذيني يعني كان في حقد وغل. مين هالشخص؟ ما بدي احكي صراحة. ما فيك تحكي او ما بدك تحكي؟ لا ما اقدر احكي بس ما بدي احكي لانه انا خلص ما بدي انا اعمل مشاكل وتزوجت هالمرحلة. برضو بنفس الوقت من وجهة نظر هذا اليوتيوبر انا اذيته فهو بدي يرد الموضوع. أوكي. بس انا بالنسبة لي عم بشوف انه الرد كثير اكبر يعني اكبر من الاشي اللي عملته يعني انه مين بيقرر اذا الرد اكبر او اقل؟ ما بتعرف انت كيف اذا بقول لك مين بيقرر يعني هلا انا يعني اول شيء الاشي اللي عملته كنت اوريدي حاذف الفيديو ومعتذر على العالم. اوكي. ومعروف انه خلص اشي كان غير متعمد ما كان انتقاد فكان اشي صار غير متعمد فالفكره انه هل انا بستاهل العقوبه نفس عقوبه السارق وبيات السجن واتبهدل و عارف هالحكي؟ ما أتوقع بستاهل يعني. صلحت معه؟ لا. ما بعرف إذا حتصارح ما بعرف شو ممكن يصير. حكيتها؟ لا. كيف شو عملت هي تنازلت عن الشكوى؟ نازلت إنه عملت الفيديو غيرت محتواي وطلعت علناً وحاولت أصالح كل اليوتيوبرز اللي متخانق معهم. كان الشرط إنه أنت تغير محتواك يعني هي. لا ما كان في شرط. شو؟ بس أنا أطلقت هالحركة في هذا الوقت. يعني هي. مش تبت بس زي اللي خلص يعني لما طلعت انا استحقيتها قلت والله فيها اذى هيدا انا غيرت محتواي بعدين قلت انا حاب اتصالح مع كل اليوتيوبرز انا حكيت فجبت سيره كل هذول اليوتيوبرز وهي واحد منهم كلهم تصالح معي الا هي مثلا من الناس اللي حاب اتصالح معهم احمد حسن معك رقم هالشخص ما بعرف اذا عندي طيب ما بتعتقد انه اوقات يمكن كل شيء بياخذوا الموضوع انه نرفع السماعه ونقول للشخص انا غلطت كلنا بنغلط عادي في عندنا فلاتر كثير في عالمنا احنا ما بتسمح هالكلام بس بغض النظر عن كل هيدا انت يمكن هيدا كان ويك اب كول لك ما بتعتبر انه ننتقل حاليا للقمر طي يا حبايب بالصورة زائد 18 اللي انتشرت عنها هذه الصورة يا حبايب مثل ما شايف فيها قدامكم قبل ما تتهجمون وتحشون اي شيء يا حبايب هذه الصورة مو حقيقية ولا ما فوتوشوب مو اكثر واحدة من فانز قمر طي عندها 35000 متابع غريب انه هي فانز قمر ولكن تسوي فوتوشوب بالصور قمر زائد 18 مثل ما شايفين يا حبايب بالكومنتات كلها قاعد يسبوها انه حرام اذا تسوون شيء بقمر واكيد قمر اكيد مسوي هذا الشيء يا حبايب فاكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بتشويه سمعة قمر اللي قاعد يصير اما بالنسبة ليارا يا حبايب فنزلت هذا الستوري الغريب اللي كان هو فانز النورمار ويا يارا في يعني هل يا ترى هي مشتاقه لفريق نورمار ومشتاقه لنور تريد ترجع له ما ادري صراحه مثل ما شايفين الحساب يا حبايب فانز نور ويارا ما ادري صح تكتبوا بالكومنتات هل تتمنوا هذا الشيء يصير او لا وبصراحه حبايبنا صوت المقطع وبالختام لا تنسوا المسابقه اللي سواها غيث شروط زي يا حبايب والله العظيم كلها حقيقه بس اشتركوا بقناه غيث وحطوا لي لايك وبس مع السلامه